عندما ينتقد آخر أحد ربما أصبح صديقا لهم اليوم فيصبح محرضا على انقلاب ويصبح فاسقا وبعد ثلاث دقائق سيكون كافرا. يعني الحقيقة ده كلام كله الهدف منه الاستهلاك الإعلامي. يعني حضرتك بتقول إن في تحريف لكلامك. سوري يا فندم. في تحريف لكلامك. اه طبعا اللي انا عايز اقوله لحضرتك انا وجهت نقطي للمجلس الاعلى للقوات المسلحه لان كان هناك عدد من المسيحيين لم يقوموا بالادلاء باصواتهم في عدد من محافظات الصعيد منها المنيا منها اسيوط وكنا في اجتماع النهارده مع عدد من المنظمات المجتمع المدني واتخذ الاجراءات لرفع قضيه دوليه في محكمه جنيف لحقوق الانسان لأنه مثبت بالفعل والنهاردة اتفرجنا على عدد من المسيحيين في الصعيد وهم بيتكلموا وبيقولوا إن إحنا منعنا من التصويت ناس بالصوت والصورة يعني مش كتابات ولا ادعاءات ولا كلام من ده بالصوت والصورة يا فندم؟ أيوة يا فندم بالصوت والصورة. طب والله سلفني الشريط ده ربنا يخليك. أنا يا حاضر احنا بنخلص الملف وانا هدي لحضرتك صوره من هذا من السي دي. ايضا اللجنه العليا للانتخابات ادعت ان هناك لجنه لم يذهب اليها احد للتصويت في مجلس الشعب وفي مجلس الشورى وفي الانتخابات الرئاسيه اول مره وثاني مره. طيب انا النهارده كراجل بخوض انتخابات انا توفيق عكاشه ومع حضرتك الاستاذ مصطفى الجندي وعلاء بيه وهم يعلموا تماما ان احنا بنخوض الانتخابات البرلمانيه ولنا خبره. النهارده انا لما يكون عندي لجنه ما حدش راحها في اثنين انتخابات ورا بعض. انا بتقدم بطلب علشان اغير مكانها الجغرافي. ربما يكون هذا المكان بعيد. انا كراجل بتنافس في هذه الانتخابات او كلجنه منها لنفسها بتدرس هذا الامر انما مش تقعد اللجنه في مكانها كل الانتخابات دي ما فيش حد بيروحها. النقطه الاهم والاخطر ان انا زعت احد مهندسين الاتصالات وده مستندات عندي عند حضرتك يعني حضرتك شايف ان الهجم عليك ايوه يا فندم المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين انتحل صفة قاضي وتم تزوير البطاقة وطلعت بطاقة قاضي وطلع كرنيه عضو نادي القضاء والكلام ده موجود عندي بعته لحضرتك وذهب إلى 9 لجان في محافظة المنيا. أول لجنة دخل قال لهم أنا جاي بتعليمات من المجلس العسكري ومن وزير العدل والتعليمات جت ان احنا نقفل اللجان للدكتور محمد مرسي. اول لجنه وثاني لجنه وثالث المهم 8 لجان، جه في اللجنه رقم 9 حضرتك شك فيه القاضي وهو وكيل نيابه محترم وفحص البطاقه اتضح ان هي مزوره وكشف عنها في السجل المدني وتم تحرير محضر بالواقعه مثبت في الشرطه وتم صدور قرار النيابه بحبسه 4 أيام بتهمة التزوير إلى آخره. الحقيقة كل هذه الأوراق كانت موجودة ضمن الطعن الذي تقدم به الفريق أحمد شفيق ولم تتعرض له نهائيا اللجنة العليا للانتخابات ولم تذكره. حضرتك عندك أدلة ده كلام خطير حضرتك بتهز كيان الانتخابات ونتيجة الانتخابات يا فندم يا فندم أنا عشان كده لازم تخاف على روحك بقى أيوه يا فندم أنا عندما بص حضرتك أنا عندما طلبت للإدلاء بشهادتي في موقعة الجمل وأنا كنت لا أعلم عنها شيء رغم خلافي السياسي مع الإخوان اللي أنا قلت أنا ما أعرفش أنا ماليش علاقة بهذه الوقعة في فرق بين إن أنا يبقى في خلاف سياسي بيني وبين اتجاه سياسي وفي فرق بين إن أنا أدعي على حد يعني أنا راجل فلاح خارج من بيت ومن عيلة ومع حضرتك السيد النائب مصطفى الجندي عارف هذا الكلام مش ممكن إن أنا أدعي كذبا لكن إذا كان معايا مستند أنا بتكلم أنا معايا مستند معاك مستند أواجه به العالم بس حضرتك بتقول الراجل راح كذا لجنة أوراق هذا المهندس بتاع الاتصالات بتقول يا فندم الصوت يعني الصوت. حضرتك دي قصة خطيرة جدا إنه يعني معاك إزاي أدل على إن الراجل ده اتنقل في 9 لجان يا فندم حضرتك المحضر وفين المندوبين وفين المندوبين
ومعنى كده ان في تمن وكلاء النيابه قبلوا بانه يتقال لهم الكلام، يعني كلام يعني بصراحه كلام حضرتك ده كلام ده دراما يعني. يعني يا فندم الكلام ده من تأليفي، هو مش في محضر يا فندم، محضر شرطه يا فندم، مش في محضر شرطه مثبت في هذا الكلام. ايوه وكلام انا ده، انا بقرا لحضرتك ما وجد في محضر الشرطه. المحضر ده اللي اتعمل التاسع. طيب يعني في محضر شرطه بيقول لك في عندك 48 هو بيتكلم عن الرحم. انت مع سعادتك على بيه راجل محامي اهو معانا واخده بال سيادتك، بس انا عايزه ارجع لواقع. عارف يعني ايه لما واحد ياخد اربع ايام من النيابه؟ يعني اذا في جريمه، مظبوط ولا انا غلطان؟ يعني جريمه انه ما احنا مش عارفين الكلام ده كله يعني. ابعتهولك على بيه. يا ريت يا توفيق بيه، بس انا بس لا حضرتك دلوقتي الاتهام بتاع ان في قرى ما قدرتش تعمل تصويت قرى قبطيه. القريه حضرتك اللي صوتت اول مره للفريق احمد شفيق كان كلها من الاخوه المسيحيين، اتحط فيها 4222 صوت. ايوه تمام؟ ايوه بالكامل. ايوه خرج التيارات الاسلاميه تدعي ان هم يعني طبعا تعرف حضرتكم قالوا ايه عليهم. في واجواء من الارهاب الى اخره و و و و و تيجي هذه القريه في الاعاده ما يطلعش منها اصوات، سوى اصوات بالظبط 2000 صوت، بينما ال 2222 ما يطلعوش. وده مش كلامي برضه، ده كلام حضرتك تقدري ترجعي لاي منظمه من المنظمات اللي كانت بتراقب الانتخابات. اللي حصل كالاتي، ان ال 2000 دول من يوم اول يوم من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 2 الظهر تم وضع هذه الاصوات، لما هم طبعا الاخوان عندهم تنظيم انتخابي عالي جدا لابد من اقراره والاعتراف به. لما هم لقوا ان الراي العام مش مع يعني رايح في اتجاه الفريق شفيق، بدأوا يضغطوا على المسيحيين من الساعة 2 الظهر يوم أول يوم الانتخابات إلى ثاني يوم الحد بالليل، ما راحش واحد صوت في هذه اللجنة، ما راحش مخلوق واحد صوت في هذه اللجنة اللي هي أساسا في أول مرة قالت 4200 وشوية. تمام، انا ممكن لو حضرتك جنبي معلش، بس دي كلها حاجات يعني لو حضرتك جنبي ممكن ابعت تحليليه مستند. انت على الهوا دلوقتي، احنا اهو قاعدين جنبك، انا في 602 انت في كام؟ ايوه انا 29، هيكون عند حضرتك مستند احنا في 602 مدينه الانتاج. طيب معاك الاستاذ مصطفى الجندي، اتفضل. مساء الخير دكتور توفيق. ايوه يا فندم. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا باشا، ازيك يا استاذ نعم. يا دكتور انت من بدري وانت حاطط نقطة مهمة جدا قدامك في كل لقاءاتك، كنت بتتكلم ان مصر مستهدفة زي السودان للتقسيم وتقسيمها نوبة وأقباط ومسلمين وكده، ودي رؤية مظبوطة لأن ده كان خطاب التأسيس البن غوريون حينما أسست إسرائيل، يجب تقسيم المنطقة على أساس عرقي وديني على أساس ان إسرائيل تعيش في أمان، وأول تقسيم كان انفصال السودان عن مصر. فأرجوك يا دكتور بلاش جنيف، وخلينا نركز في الدستور أولا، وإن احنا نكتب دستور كل واحد يتحجم فيه مظبوط من كل مؤسسات مصر. وانت راجل ليك مشاهدة عالية جدا، فاهم الناس ان الدستور ده هو اللي هيحدد حقوقهم وهم اللي لازم يكتبوه، والرئيس كده يبقى خادم لدستور كتبه الشعب. بلاش جنيف والنبا دكتور لحسن، انت عارف احنا في لحظة يعني ممكن اي شيء يستخدم ضدنا. كلام مظبوط، كلامك سليم 100%. ايوه وللاسف الشديد ان اللجنه الحاليه الجمعيه التاسيسيه للدستور احنا اعلنا عدم اعترافنا بهذه الجمعيه، نظرا لان نفس العور القانوني اللي تسبب في حلها اول مره هو بيعاد للمره الثانيه. زي البرلمان برضه، البرلمان نفس العور الدستوري اللي كان موجود سنه 87 هو نفسه علاء بيه موجود وسياده النائب مصطفى بيه موجود، نفس العور في الفردي والقائمه الذي حل به اللي صدر عدم دستوريته 87 هو نفسه اللي صدر دستوريته عدم دستوريته في 2012، نفس العور ما فيش فيه اختلاف خالص. واخد بال حضرتك؟ حكم المحكمه بعدم بالغاء اللجنه التاسيسيه اول مره كان مبني على اسباب هي نفسها التي اقيمت عليها ثاني مره. طيب احنا النهارده حضرتك احنا يوم الجمعه لا نعترف بالجمعيه التاسيسيه للدستور،
بنعلن تأييدنا للإعلان الإعلان المكمل للدستور. مين نعلن؟ مين يا فندم؟ إحنا حضرتك اللي هنخرج يوم الجمعة. حضرتك بتدعو كل الناس اللي موجودة حسب عددهم بقى، يطلعوا 10 مليون هم وحظهم، واخد بال حضرتك؟ نؤيد على ثوابت واضحة. احنا اعلنا ان ميدان التحرير منذ امس تحول من ميدان للمعارضة الى ميدان للتأييد، بينما مدينة نصر امام قبر الرئيس الراحل تحول من ميدان للتأييد الى ميدان للمعارضة. طيب حضرتك بقى عشان ما ناخدكش من برنامجك كتير، بنشكرك طبعا على الرد علينا، بس ابعت لنا الوثائق وابعت لنا المعلومات والشرايط دلوقتي، هيكون عند حضرتك وثيقه بس بعد 10 دقايق. انت بتجيب الوثائق دي منين بس؟ مش تقول لي؟ والله بجيبها من على النت والله. عايزه اسال بس، ايه حكايه التهديد على حياتك بقى؟ لا هو حضرتك طبعا شيء طبيعي ان بدا بالتهديد المعلنين الاول اللي بيعلنوا على القناه ان هم يسحبوا اعلاناتهم من القناه. في جزء بالفعل سحب اعلاناته من القناه، وفي جزء ضاعت اعلاناته على القناه. حضرتك عمليه التهديدات دي بقى لها حوالي سنه، مش النهارده ولا امبارح. بس انا مش من النوع اللي بيتكلم بالتهديد، لان انا بعتبرها عيب ان انا مش قادر احمي نفسي يعني، واخد بال حضرتك؟ فعلشان كده ما بتكلمش عنها، انما انا لو اتكلم عنها دي معمول بيها محاضر كتير، وانا زهقت من كتر اعمال المحاضر فبطلت الحقيقه. فده موضوع انا بحمل طبعا مسؤول دلوقتي عن الامن وفقا للاعلان الدستوري المكمل. الجيش والجيش هو اللي هيجيب وزير الداخليه، والرئيس بتاع البلد هو من الاخوان المسلمين. فاي حاجه تحصل مسؤوليه الاثنين. ولا انا غلطان ولا المسؤول مش لازم يتحمل مسؤوليته؟ لا ان شاء الله ربنا هيديك الصحة وطولة العمر، مش هيحصل حاجة، وهتفضل تناكف في كل الناس وتستمر ان شاء الله. احنا بنناكف بالحق والله يا دكتورة، والله ما احنا مفروض اننا نناكف بس بالحق فعلا زي ما انت بتقول. عندك بقى اي وثائق؟ احنا في انتظار الجيران. خلاص، شكرا جزيلا لسعادة دكتور توفيق عكاشة، اهلا وسهلا.